الحفل والإذن لدخول غرفة فجزاه الله عنا خير ما جزى دوم النجاة كي يعانق السرور السماوات وملء الأرض كما يحب ربنا ويرضى 22 و2000 ميلادية هذا اليوم الإسلامية في مدينة البيضاء في هذا اليوم الكريم اليوم يوم تتويج أبنائنا الطلاب بتاج النجاح والتفوق فلا تتهاونوا في تحمل المسؤولية لبناء مستقبل بلادكم وتكونوا قدوة للأجيال اكتفاء بحضور المستشار طه جامعتنا ونشيد بدور الدستور ولست شخصيا أحيي وكان من الجبل الأخضر جبل الجهاد جبل الصمود لتكريم ومباركتي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نحييكم لحضوركم في هذا الحفل لتقيم جامعة السيد محمد بن علي السنوسي من كل عام وهذا الحفل مناط بتاريخ 29 أكتوبر من كل عام لأن رمزية هذا التاريخ اللي هو تاريخ إنشاء هذه الجامعة وأيضا إعادة تفعيلها بعد الثورة وهذا الحفل توج هذا اليوم بحضور خريجين ثلاث دفعات الجامعة عام 2019 وعام 20 وعام 21 وكذلك الفصل الأخير الربيع الفائت فصل الخريف ربيع الفائت من هذا العام وكانت الجامعة قد شكلت لجنة من جميع موظفين هذه الجامعة خاصة في قسم الخريجين وقسم الامتحانات وإدارة المسجل العام لإنتاج هذا الكرنفال اللي نحتفل به هذه الجامعة ويتوج به طلابنا وأبنائنا ومكافأة ربوع ليبيا الحبيبة.